مرحبا وسهلا والبقاء والبقاء ياك حلال ورحب ترحيب الله يسلمك ابرك الحزات شوفتك الله يرحم والديك وشرفتنا انت من قبيله انا احبها وشهادتي فيها مجروحه الله يرحم والديك اربع قدر جعلب حق الليله الله يزيدك من فضله وانت سالم المحبه انا قاعد اسوي الله يزيدك انا اللي نقول جعلني معك ولا عليك تعبان ويبارك لك وانت سالم جعلني معك محل ابو محمد بهاج الاكل عسى الله يبارك لي الشيخ بيتكلمنا الشيء اللي موجود عندهم قبل لا تقول شيء انا عجبني عطر الشعر وعجبني العطر ده. هذه اللي عجبتني ما شاء الله تبارك تكلمنا عن اللي نعم بديت باثنين ذا هذا عطر الشعر 94 وهذا مومنت 115 الله تبارك وهذا العطر الجديد لونار 130 والعوده والاخوان دولا 94 يعني دي معدية تقريبا 300 مع العودة 300 250 ايوه والواحد 94 300 250 اي عرفت عندنا مرشات ما شاء الله تبارك الرحمن عسى الله يبارك لكم ويزيدكم من فضله ان شاء الله الله يعطيك العافية ايوه طيب. البراند اللي المعروف لا يعرف لبى قلبك ارحب لذمتي انا نبغاك تحدثنا عن البراند والله البراند كفو ولا زاد طيبه الا بوجودك الله خلاص بذمتي اني صادق عندنا العطر الجديد لونا عطر ثقه تطيب مرحبا حتى طعمه ثقه يلا واشهد الله انه ثقه الله يجعل اللي ناقص ولا يحب طاله اعماركم الانتعاش جرب لونا والله العظيم في ذمة نايف شل هذا اليوم ابشر بسعادك في ذمة هذا الرابط يا اخوان اشتري الله يبقيك يا مرحبا يا مرحبا ابو مسعد ابو محمد لبك ابدا لبك حاجه في ذمتي الله يبقيك والله نورت محل اخوك ما يحتاج والله اني اقولها وانا صادق ما يحتاج يا ابو محمد اشتقنا الجلسات الاستديو والايام باذن الله جعل الله هذيك الايام تسكن والله ابرك الحزات والله شوبك جعلني ما عاد ابو محمد بنتلاقين باذن الله باذن اللي ما ولا هو ولا هو بدل الحاج جعلني والله ما عاد ولا عاد يا مرحبا الله يبقيك مرحبا في ام يسهل اعداد السي انا هذا انا خابره وخابر انذا الجديد وشو الجديد لونا وينه واضح انه قوي هذا من الغمزه ترى بيحطها في ذمه اسمع ترى طالبك كلها مثل ما ذمتي انت تبغى الرزق نفج ذا منه عادي طلع ابي اغسلك ابي حد يذوق عطر يقول حتى طعمه زين بذمتك انها بالله الله انا بذمتك يربك الجنه كلها بذمتك اسلام انت رايح مصر مري مصر ايه انت شبعه ما ادري ايش عن خابرين توجيه من سويسرا الرجال جاي من سويسرا يا رجال انت ما خليت دعم البرامج انت ولا حتى جاي من اخوك انا اخوي يتيم ضعيف ما دخلت للسجن جزر علينا يا اخوان بس طفرنا ربعين ما بحرنا انا اقول انا صار والله شغل يا ولد يا منت كفو ومطلق يا ربي طول عمرك بيض الله وجهكم عز الله انا شغل عدل بيض الله وجهك عاد الشبكه عيد صح عيد الشغل من حلوه عاد الشبكه على حسابي اللي في المعرض كله ابشر بالسعد ابشر بالسعد عقب السرابه ها عقب السرابه هو اللي راح لا طيب قول سجاير سجاير قال عد حياكم الله اليوم عند براد فندر غني عن التعريف يا حياك الله يا ديب ارحب يا الصل حياكم الله ارحب يا الصل من البقا طال عمرك نورتنا علي الحرامكم منور طال عمرك نور نورك يعني هذا المعروف لا يعرف اطلق براند في العالم صحيح ما يستحق صحيح 94 ريال واحد اثنين ثلاثة 250 ببلاش احنا مسترزقه مسوقين الله يسعدك يا الله لا 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 ايش كوك على الرجال ديبان خليه يعني ودوا هناك شوي خليها دي ودوا هناك طبعا التسويق كامل بس هذا ما بقي طيب اشتري انت اشتري عشان اشتري والله يهينك وتستاهل الله يبيض وجهك تستاهل
الله لا يهينك ولا يجيك. هذا وروح لك عندك. لا هذا بحطوه ابوي على جاتي بعد. لا لا انا بدك حاسس مرحبا ومسهلا. يا مرحبا كيف الحال؟ طيب الله يطول عمرك نورك الطيبه. لا صليب السعر الاصلي. الله يطول عمرك. بطلت البراند في العالم تندر. يكفي انها براند ابو محمد. قال اي والله اعطها هاي ما يحتاج. طبعا هذا ب 94 ريال. حلو. تاخذ لك هذا 250. حلوه. اي والله بلاش هو غالي لكن لاجلكم ياخذ. جرب يطول عمرك. اي والله تباتم يومين ثلاثه مش تبغى. حلوه ما شاء الله. تعال مرحبا بالصدر الجديد. يا هذا القمر. هذا جديد شو اسمه؟ هذا الاسم الانجليزي لونا لونا لبى لبى عطى 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 هذا لونا قمر يا قمر جرب يطول عيال. هذا براند ابو محمد جرب يوقعه. السلام عليكم. مساكم. يا مرحبا. يا مرحبا. الله اللي مرحبا يا محمد. انت انت والله اللي مرحبا. انت من الغفران ومن القوي. ما عليك زوج. وانا شاهدت فيكم مجروحه. ما عليك زوج. خويناكم ومحبتكم ما هي مخشوشه ولا النظيره. جعل ربي يطول حياتك. جعل ربي يحييك. تحيا المرأة. ترى ذا محل. ما في شك. والله اني سامع. والله انه محل. والله ما في شك. ويكفي ان البهذا اللي عليه. جعل انه البهات. والله انا اقول صادق. والله يجعل ربي يطول حياتك. وحياتك. يسلمني على الغفران والعوير خاصه. خاصه الابدان. مرحبا. انت والله اللي مرحبا. مرحبا. نعم طبعا رحب اليوم بالجزل الله يحييه بيض الله وجهك. وجاي يشتري كم خيط عطر؟ أربعة ولا خمسة؟ بيض الله وجهك وتستاهل لأنك طيب. بيض بيض الله وجهك. شريعة عشان من؟ ها أه؟ تسلم يا حبيبي. حقك محظور. حقك محظور. هيا احفظه وخله على جنب. والله محظور حقك. بيض بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. ضبك ترى ترى مالك بالنسبة ها؟ لي نص. صبيان المرة بيض الله وجيهم بيض الشحب الرجين شروا ولي نسبة إن شاء الله وتقدير بيض الله وجيكم بيض الشحب بيض إيه الله يبيض وجهك أبو محمد. ترى المرة يقول ما أخذ الآن نسبتي حطها. يا ولد حرام سرقني لا تلعون ما بيض الله وجيكم. بيض الله وجيكم. سم طال عمرك. سم تستاهلوا تستاهلوا. فعن هذول صبيان الدواسر بيض الله وجه احلى شباب في الحسن ومشرفين. هذا صديقه قبل سنه يقول ابو محمد ما شاء الله تبارك الله. طبعا شباب الدواسر يقول كل واحد بيشتري لي عطر ترى يجيب يفصلوني تشترون علشاني. ما بعت يا اخي. كلم صبيان الدواسر وراك خذ ولد بيض الله وجهك. تاخذ واحد ولا ثلاثه؟ واحد ولا ثلاثه؟ وين وين جيب لي ابو شنب وين تندر احلى براند سعودي في العالم. تندر بالسعر الاصلي يومين الى ثلاث ايام ثبات. يومين الى ثلاث ايام ثبات. تندر اطلع براند سعودي محمد. طلع يا حبيب قلبي. شلون طلع الله يبقيك يا اخي دائم تشجعنا على اللقاءات وعلى الاشياء الحلوه. يا حبيب قلبي المعارض. يا سلام اشهد بالله شهد حق ملك الستايلات. يا حبيب قلبي ابشر بها. شو ستايلك اليوم؟ ها؟ شافوا؟ اي اي ابشر بكل شيء ابو محمد. ما بغيت نبي حاضي. والله كم. طيب نبي كلمه على اللي خلف الشاشات. اللي خلف الشاشات. عليت الرجال ذا حي ولد العين. هذا يبي له خوال ما يبي له واحد لبيه. واحد واحد مجاني من عندي عشان عيوبي كان خالف. حط واحد من مخباي وواحد اللي مجان حط مخباي لب... حق الايتام. حق الايتام. علي الطلاق لو ايه لو للعنوان للايتام عنوان انه انا والله انت ولا امي ترى وتخطي الايتام انا مو بليز كيتام وذولي كلهم هم سهير صح هم سهير بس ايتام لو ولا يا ولد لا تحاكينا على العطر ولا تحاكينا على البران ولا تحاكينا وامشي وامشي بس يا سلام سلم غير على سلم. الله يا فندر ارح الله يحييكم طيبين. انا اعتذر اني ما صورت والله في سناب فندر لاني كنت اسعسع
من بوث في بوث واشم ذا واترك ذا. ذا الحين توني وصلت للبراند العظيم براند ايتام. اسال الله في هذه الساعه ان الله يرزقهم ايتام وظروفهم صلحه. مساء الخير الجار، شلونك نفداك؟ مساك طيب، كيف الحال؟ ذكر مطر حولنا كوف. هو والله والله كوف. نعم معك طيبين. جعلني بعد والله اني عجل. جعلني بدل جعلني والله اني عجل اقسم بالله بمعلم لي ابي اجيك جعل كل هقره يوم جعلني معك تبع خط السريع. جعلني معدم جعلني والله معدم فيك حلال. طيب طيب نباح طيب تحيا المحيات بيض وجهك شرفتك الله يجيلك شرفتك يا ربي يا حياتك. احنا نحب الرجال هذا والله شهد الله عليك شهادة حق شهادة حق يا ربي طول العمر خدمه شيء يا ربي شاهدك والله نطيب قبل يا الامير. يلا حيه الله يعين بابك علومك يا مرحبا ان شاء الله. الماركه فارقه وانت فارق جعل عروض في الجنه والله يحييك. اجل عندك عروض اليوم سويها اي شيء تبيه انت ترى سم ولبني وحاضر. الله يسلمك والله اني اقول لك وانا صاد الامير. وطبعا تعالوا كل 94 الليله مرحبا لعيون ابو عياد بس مرحبا لعيونك اللي تبيه تم الله يسلمك احتزم اللي يجي من طرق 94 يا خلي يروح حط السعر اللي تبيه انت. الله يسلمك 94 على يوم الوطني على التسم ولبني تسلم تعال 94 يا مرحبا. الله تبارك الله خذ راحتك يا صيدك يا صيدك ما جيت ارجعنا بس تكتون ولا بس تكتون بالصيد ولا بوش. والله يا اخوك لهذا الحين احنا حاولنا نصطاده لكننا ما اصطدنا. حلو طيبك حلال انت ما شاء الله عليك جيت وحتى مساحه كل ابوها مساحه. والله انا محلك والله من جد حبك العالم ما خلوه. والله اني اقولها وانا صادق انا محلك والله يحييك ابقاك الله. جيب لك ورد بعد هذه من لك جيبها لك هذه امين من يقول عشتك حلا عشت ايام طيب مين على انا في الفاخر العالم على ذا الخشب على هالشيء شرف لي اجيك مرحبا بك والله ولد المدير ولد المدير. انا هذا انا قابل الجديد لونه والحمد لله رب اللي وفقني واجتهد الحمد لله رب العالمين. هذا احد الناس اللي انا هذا زبون ترى هذا مو من عيال عمي هذا زبون سبب العلاقه بنت